بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على الـ Anatomy of the Uterine Tube أو الـ Fallopian Tube أو السهل بنكسة أو الـ Oviduct، اللي هي تشريح قناة الرحم أو قناة فالو. بيسموها الـ Uterine Tube أو الـ Fallopian Tube أو السهل بنكسة أو الـ Oviduct، دي كلها مسميات لقناة فالوب دي أو الـ Uterine Tube. اليوترين تيوب عبارة عن فليكشوس ماسكولو ممبرينس تيوب which extended from the tubal extremity of the ovary. عرفنا ان الاوفري له tubal extremity ويوترين extremity، tubal extremity ناحية اليوترين تيوب لحد التيب of the uterine horn، لحد بداية قرن الرحم. ده female genital organs بتاع cow. ادي الاوفري وادي اليوترين تيوب. الأنبوبة المجعدة دي بيسموها اليوترين تيوب. بادئة منين؟ بادئة من عند التيوبال اكستريميتي، ادي الاوفري التيوبال اكستريميتي ويوترين اكستريميتي، التيوبال اكستريميتي اوف ذا اوفري، وتمشي فين؟ لحد التيب اوف ذا يوترين هورن، بداية اليوترين هورن قرن الرحم، لأن الرحم بيتكون من تو هورنز وبادي وسيرفكس. يبقى تو هورنز اللي هم القرنية الرحم والبادي بتاعته الجسم بتاعه والسيرفكس عنق الرحم. فهي بادئه من التيوبال اكستريميتي اوف ذا اوفري لحد التيب اوف ذا هورن. ومادام ماسكولوم برينس تيوب، اي عضو انبوبي زي ما حضرتك شايف كده بيتكون من ايه؟ بيتكون له اليوم اللي له تجويف، انبوبه لها تجويف من الداخل، ودي الميكوزا، طبقه الميكوزا والصاب ميكوزا، وبعدين طبقه الماسكولوزا او الماسكولار لير عباره عن انر سيركولار سموث ماسل لير واوتر لونجيتودينال سموث ماسل لير، بعد كده السروزا اللي بره الطبقه السروزة او طبقة البروتون اللي عليها من الخارج. فاي عضو انبوبي بيتكون من الثلاث طبقات دول، ميوكوزا وماسكولوزا وسروزة، او طبقة مخاطية داخلية، بعد كده طبقة عضلية وسطى، والطبقة الخارجية اللي هي السروزة. ادي اليوترين تيوب عبارة عن فليكشوس ماسكولو ممبرينس تيوب، انبوبة عضلية غشائية ملتوية بالشكل ده. كده بتبدأ منين؟ بتبدأ من عند التيوبال اكستريميتي اوف ذا اوفري، الى ان له يوترين اكستريميتي وتيوبال اكستريميتي لحد التيب اوف ذا يوترين هورن، لحد بداية اليوترين هورن زي ما حضرتك شايف كده الصورة كاملة اهي. وبدأ منين؟ بدأ من عند التيوبال اكستريميتي وتنتهي عند التيب اوف ذا يوترين هورن. وادي الجدار بتاعها من الداخل عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيليتد كولامينر ابيثيليوم ميكوزا لير، بعد كده الماسكولار لير. الميكوزا لير الميكوزا بتاعتها بتستغطى بايه؟ بسيليتد كولامينر ابيثيليوم، دي طبقة الميكوزا، بعد كده طبقة الماسكولوزا انر سيركولار واوتر لونجيتودينال لير، بعدين طبقة الايه؟ السروزا من الخارج. اهو ميكوزا وماسكولوزا وبعدين ايه؟ سروزا. بالشكل ده كده اهي. ادي الاوفري وادي اليوترين تيوب. الانبوبه المجعده دي هي اليوترين تيوب. بادئه منين؟ بادئه من عند التيوبال اكستريميتي اوف ذا اوفري لحد التيب اوف ذا يوترين هورن. جزء من البرود ليجامنت اللي ماسك الاوفري سميناه ميزوفاريوم انما اللي ماسك اليوترين تيوب ده بيسموه ايه؟ بيسموه ميزوسالبن. اليوترين تيوب فايدتها ايه؟ ريسيف ذا اوفم اند ترانسميت ذم تو ذا يوترس، بتستقبل الاوفا من الميبيض. دي اليوترين تيوب اللي حضرتك شايفها او الفالوبيان تيوب او الاوفيدكت او بيسموها السالبنكس، بتستقبل الاوفا من الاوفري وتوصلها لحد الرحم. تجي لها الحالات المنويه اثناء الميتنج او السيكشوال انتركورس، عمليه الكوبيوليشن او جماعه، تمشي الحالات المنويه زي ما حضرتك شايف كده، تروح للاوفم تعمل لها اخصاب في البروكسيمال سيرد بتاع اليوترين تيوب بالشكل ده كده. اخصبت البويضه هنا، تبدا تهاجر البويضه من اليوترين تيوب تروح لليوترس بالشكل ده، وتحصل لها بقى الانغراس وتكمل كجنين. فهي فايدتها ايه بقى؟ فايدتها انها بتستقبل الاوفم وبتنقلها للرحم لليوترس. السكند ماتوريجن ديفيجن والفرتلايزيشن اوف ذا اوفم اوكر ان ذا بروكسيمال سيرد اوف ذا يوترين تيوب، يبقى الانقسام الميوزي الثاني بيحصل في البروكسيمال سيرد هو وعمليه الاخصاب كمان، لان السكند مايوتيك ديفيجن بيحصل بروار تو ذا فرتلايزيشن او قبل الفرتلايزيشن.
بالشكل ده كده. ادي الاوفري وادي الاوفوداكت او اليوتراين تيوب، استقبلت البويضه، جه الحمل المناعي وعمل لها فرتلايزيشن في البروكسيمال سيرد، بعد كده تنقل البويضه لليوترس، دي اليوتراين تيوب او السالبنكس او الاوفوداكت اهو. ده دياجرام اهوت ومجسم للاوفري وادي اليوتراين تيوب. كل دي هنتكلم على الاجزاء تفصيلا دلوقتي. ادي اليوتراين تيوب بتنقل البويضه من الاوفري ويجي للحمض المنويه، هنا بيحصل السكند ميوتيك ديفيجن وبيحصل عمليه الفرتلايزيشن، بعد كده تنقلها فين؟ للهورن اوف زيوترس، ده الهورن بتاع ليه اليوترس. منطقه التقاء اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب دي باليوترس بيسموها يوترو تيوبال جانكشن. يوترو جاي من يوترس لانها ماسكه في الهور، تيوبال جاي من كلمه تيوب، مش اسمها يوتراين تيوب او فالوبيان تيوب جانكشن. المنطقه الجانكشن او الوصله ما بين ايه؟ ما بين اليوتراين تيوب والتيب اوف ذا هور. ادي اليوتراين تيوب. اليوتراين تيوب الفولد من البريتون اللي ماسكاها سميناها ايه؟ ميزو سالبنكس. ميزو يعني مصاريق، كلمه سالبنكس هي اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب. فميزو سالبنكس عباره عن بريتونيال فولد which arise as a separate fold from the lateral aspect of mesovarian. اللي ماسك الاوفري اسمه ايه؟ اسمه ميزوفاريان. الجزء منه ومن البرود ليجامنت اللي ماسك اليوتراين تيوب، الجزء من البرود ليجامنت اللي ماسك اليوتراين تيوب يسموه ايه؟ ميزو سالبنكس. ادي الجزء اللي ماسك الاوفري سميناه ميزوفاريان، انما اللي ماسك اليوتراين تيوب بنسميه ايه؟ ميزو سالبنكس. ميزو سالبنكس. ادي اليوتراين تيوب، الجزء من البريتون او من البرود ليجامنت اللي ماسك اليوتراين تيوب بيسموه ميزو سالبنكس، وما بينهم الاثنين ده تبقى ايه؟ تبقى الاوفيريان بيرسا. اوفيريان بيرسا. اليوتراين تيوب بتتكون من ثلاث اجزاء، انفانديبولم وامبولا واسمس. اجزاء اليوتراين تيوب او البارتس اوف اليوتراين تيوب تشريحيا بيقسموها لانفانديبولم وامبولا واسمس. الجزء الاول منها او القمع دوت بيسموه الانفانديبولم، ده الانيشال بارت اوف اليوتراين تيوب. الجزء الثاني منها بيسموه الامبولا او امبوره قناة الرحم، وبعدين الجزء الاسمس الجزء الانتهائي منها بيسموه الايه؟ الاسمس. يبقى الجزء الابتدائي منها او الاولي منها بيسموه الانفانديبولم، والجزء الاوسط بيسموه الامبولا، الجزء النهائي بيسموه الايه؟ الاسمس. الانفانديبولم عباره عن ايه؟ عباره عن فانل شيب دايليتد اوفريان اكستريميتي اوف ذا تيوب. مش قلنا التيوب دي ماسكة ناحية الأوفري؟ الجزء اللي ناحية الأوفري ومتسع قمع الشكل كده بيسموه الانفانديبولم. The abdominal opening of the train tube is present at the bottom of the infundibulum and represent a communication between the peritoneal cavity and the female genital tract. الفتحة بتاعت ما هي قمع، قمع مدام قمع يبقى له ايه؟ له فتحه، انبوبه لها فتحه. الفتحه دي بيسموها ابدومينال اوستيوم اوف ذا تراين تيوب او الابدومينال اوبننج اوف ذا تراين تيوب. اللي فيها الماوس دي هي دي الابدومينال اوستيوم او ابدومينال اوبننج اوف ذا تراين تيوب. ولذلك نيجي نقول لحضرتك ان الفيميل جينيتال سيستم اوبن سيستم. ليه بقى؟ مش هو له فتحه خارجيه بيسموها الفالفا او الفرج من الخارج، ومن الداخل لو مشيت معاه كده من الداخل هتلاقي فتحه اليوتراين تيوب. فتحه اليوتراين تيوب على ايه؟ على الكافيتي اللي جوه البطن اللي هو الابدومينال ايه؟ كافيتي. فدي فتحه اليوتراين تيوب. ولذلك بعد كده نقول الانسيدنس اوف ذا بيريتونايتس في الفيميل اعلى من الميل، يعني فرصه التهاب البريتون في الفيميل اكتر من الميل. ليه؟ لان الفيميل جينيتال سيستم في بيبقى اوبن سيستم. اوبن يعني له فتحه على البطن، الفتحه دي بيسموها ايه؟ ابدومينال اوبننج اوف ذا تراين تيوب. السيركمفرنس اوف ذا انفانديبولم بيبقى عليه ايه؟ بيبقى عليه فيمبريا او اهداب كده بيسموها الفيمبري او فينجر لايك بروجيكشنز، نتوءات اصبعيه كده اهوت. دي بتعمل ايه؟ بتعمل كارونت، بتعمل شافت للبويضه سيرفيس تو دروز اوفر انتو انفانديبولم. البويضه لما تطلع من الاوفري الاهداب اللي عليها دي او الفيمبريا دي تعمل ايه؟ حركتها بتعمل نيجاتيف كارونت او كارونت يشفط البويضه، يسحبها فين؟ يسحبها ينزلها جوه اليوتراين تيوب.
بالشكل ده كده. دي الانفانديبولم عليه فيمبريا او فينجر ليج بروجيكشن كده، بتعمل كارونت تسحب البويضه من سطح الاوفري وتنزلها جوه الاوفيداكت او اليوتراين تيوب بالشكل ده. حضرتك هو الدياجرام اهوت، ومجسم دي شكل الفيمبريا، وادي البويضه سحب البويضه، عمل كارون سحب البويضه من الاوفري مشاها جوه اليوتراين تيوب. السكند بارت بيسموه الامبولا، وده بيبقى ريلاتيفلي وايد وليس فليكشوس، اقل تجعيدا وبيبقى مور وايد. ده جزء الامبولا اهو، اكثر اتساعا واقل تجعيدا عن الاسمس اللي هيجي بعد كده. الاسمس is the more flexuous part of the uterine tube and is narrower than the lumen of the umbrella. It ends in the uterine horn by uterine opening of the uterine tube. يبقى هو اكثر تجعيدا، اقل في الديامتر عن الامبولا اللي قبل منه، ادي الامبولا وادي الاسمس، اكثر تجعيدا واقل قطرا او اتساع اقل. وده بيفتح فين؟ يفتح على اليوتراين هورن هنا. اليوتراين هورن الفتحه دي يسموها ايه؟ يسموها يوترو تيوبال اوبننج او اليوتراين اوبننج اوف ذا يوتراين تيوب. يبقى اليوتراين تيوب لها فتح على الابدومينال كافيتي يسموه ابدومينال اوبننج، ولها فتح على اليوتراين هور من الداخل، تمام. انبوبه وشبكه فين؟ مسكت فين؟ فتحت على اليوتراين هورن او قرن الرحم هنا، ادي الفتحه بتاعتها الابدومينال اوبننج، ودي اليوترو تيوبال اوبننج او اليوترو تيوبال جانكشن، مكان التحام الانبوبه دي هتفتح فين هنا؟ يبقى في المنطقه دي يبقى اليوتراين هور بالشكل ده كده. ادي اليوتراين هورن وادي اليوتراين تيوب. هنا يبقى الانفانديبولم دي منطقه الامبولا، دي منطقه الاسمس اكثر تجعيدا، هيفتح فين؟ هيفتح على اليوتراين هورن. منطقه الجانكشن دي بيسموها يوترو تيوبال جانكشن، يوترو جاي من يوترس لان ده اليوتراين هورن او قرن الرحم، وتيوبال جايه من اليوتراين تيوب. منطقه التقاؤم دي بيسموها يوترو تيوبال جانكشن. تلخيصا كده، اليوتراين تيوب بتتكون من الانفانديبولم والامبولا والاسمس، فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت. اكثر جزء اتساعا هو الانفانديبولم، قمع الشكل وعليه فيمبريا. الجزء ده متسع واقل تجعيدا منين؟ من الاسمس. الاسمس ده اقل قطرا، والاسمس ده اللي هيلتحم بيه اليوتراين هورن. كومباريتيف اناتومي اوف ذا يوتراين تيوب، اللينس بتاعها بيختلف من حيوان لحيوان. في البيتش ممكن بتوصل لحد 9 سنتيمتر، في الساو طولها حوالي 15 ل 30 سنتي، في الكاو ممكن توصل من 25 ل 28، وده طولها في اليو من 15 ل 16 سنتي، في المير ممكن توصل 30 سنتي زي الساو، في الشي كامل من 25 ل 30 سنتيمتر. ترمينيشن او النهايه بتاعه اليوتراين تيوب على اليوتراين هورن، مش احنا قلنا ان اليوتراين تيوب نهايتها تفتح فين؟ تفتح في اليوتراين هورن، فيسموا التقاء مع بعض يوترو تيوبال جانكشن. بتفتح في البيتش بتبقى جرادولي، وجوه في بابيلا، يعني الانبوبه دي تدخل وتفتح على حاله مداخل الانبوبه. في الساو جرادولي، ولكن ما فيش بابيلا وما تلاقيش في لاين اوف ديماركيشن ما بين اليوتراين هورن وما بين اليوتراين تيوب. في الكاو بتفتح جرادولي وما فيش بابيلا وما فيش سفنكتر. في المير بتفتح ابرابتلي وفي بابيلا من الداخل وفي ماسكولار سفنكتر. في الكامل او الشي كامل بتفتح جرادولي ولكن في سمول بابيلا في الداخل. نبص حضراتكم مع بعض كده، ادي في المير، المير هنا بتدخل جوه بس داخله بشكل مفاجئ ابرابتلي وفي جوه بابيلا. في باقي الحيوانات تبص تلاقيها بتفتح جرادولي، ده في الشي كامل اهو جرادولي، بس في الشي كامل في ايه؟ في بابيلا من الداخل برضه. يبقى في ثلاث حيوانات فيهم بابيلا من الداخل. بابيلا يعني حلم، يعني الانبوبه دي اللي هي اليوتراين تيوب هتفتح فين؟ على اليوتراين هور. في حلمه جوه ولا ما فيش؟ لا، في حلمه فاتحه فيها كانها شاليمو، دخلتها جوه انبوبه ثانيه كبيره فدخلت هنا. في كل الحيوانات ما تلاقيش لاين، في لاين اوف ديماركيشن ما بين اليوتراين تيوب واليوتراين هور، تلاقي الاثنين كانهم واحد، كأن دي مكملة هي دي، إنما دي تيوب وتيوب تانية اهي. فده اليوتراين هورن ودي اليوتراين تيوب. في البيتش والمير والشي كامل، في حلمة من الداخل بالشكل ده كده.
في باقي الحيوانات مفيش لا حلمة ولا سفنكتر او بابيلا او سفنكتر. الفتحة ما بين الاتنين دي، ما بين اليوتراين تيوب واليوتراين هورن، دي بيسموها يوترو تيوبال اوبننج او اورفيس، يوترو تيوبال اورفيس، ودي منطقة الالتقاء يسموها يوترو تيوبال جانكشن. فنلاقي في كل الحيوانات بتفتح اليوتراين تيوب جرادولي، انما في المير بتفتح ابرابتلي، بتفتح دايركتلي عليها، انما في جرادولي وزوب بابيلا وجرادولي وزبابيلا. جرادولي وزبابيلا تلاقي في البيتش والشي كامل، في بابيلا من الداخل، في المير، في كمان بابيلا. يبقى الحيوانات اللي فيها بابيلا، الحيوانات اللي فيها بابيلا من الداخل هم ثلاث حيوانات، البيتش والمير والشي كامل. انما في باقي الحيوانات مفيش بابيلا من جوه، خلاص هي فاتحه كده. وفي كل الحيوانات بتفتح جرادولي ما عدا الايه، المير بتفتح ابرابتلي. اترككم في رعايه الله وامني والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.